وسنتحدث قليلا عن الشأن الدولي وآخر التطورات فيما يتعلق بكورونا تحديدا في ألمانيا، حيث خففت ألمانيا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بشكل كبير للأشخاص الذين بالفعل تلقوا اللقاح. هذا وتتزايد المخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا المستجد دلتا في ألمانيا، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد. على كل حال، المزيد من التفاصيل من برلين ينضم إلينا الآن مراسل إكسترا نيوز هناك، الزميل عربي مرزوق. عربي، إذن أرحب بك معنا في هذه الجولة، ودعني أبدأ إذن بآخر الأعداد المتعلقة بكورونا في الداخل الألماني، تفضل. بالطبع نانسي، نسبة الإصابات هنا في ألمانيا تنخفض بشكل ملحوظ جدا يوميا. إصابات اليوم تقريبا هم 774 إصابة، ونسبة الانتشار في ألمانيا هي الرقم الهام الذي تتحدث عنه الدوائر الصحية في ألمانيا بشكل يومي. نسب انتشار الفيروس في ألمانيا بلغت 6.2 لكل 100,000 مواطن. كما تعلمين، كانت نسبة الإصابات هنا في ألمانيا بلغت حتى 300 إلى 400 إصابة بشكل يومي، ولكن النسبة انخفضت بشكل كبير، مما أدى إلى تخفيف كل الإجراءات الاحترازية هنا في ألمانيا. ولكن الأمر يختلف بشكل ما بين الولايات الألمانية الـ16. كما تعلمين، هنا في العاصمة الألمانية برلين تم فتح، وتقريبا في كل الولايات الألمانية الـ16 تم فتح جميع المطاعم، جميع الفنادق أمام السياح، ولكن كل سائح مرتبط بتقديم أنتيجين تيست سريع، تيست يومي، فحص البي سي آر ممكن تقديمه، ولكن نظرا لغلو ثمنه اكتفت ألمانيا الآن في الداخل الألماني بتقديم فحص يومي أنتيجين، وده فحص تقريبا مجاني هنا في ألمانيا. هناك مراكز موجودة في كل مكان. هنا ننتقل أيضا بالخلف كما ترين، المكان ده تحديدا ده أحد الأسواق اللي موجودة في هذا الحي في وسط العاصمة الألمانية برلين. عادت مرة أخرى هذه الأسواق التي تقام في نهاية الأسبوع بشكل دائم خلال فترة الإجراءات الاحترازية الماضية منذ أكثر من عام ونصف، كان هناك إغلاق تام لمثل هذه الأسواق التي تقام تقريبا في ألمانيا بشكل دائم في نهاية الأسبوع. عادت إقامة مثل هذه الأسواق في وسط العاصمة الألمانية برلين، ولكن الالتزام بارتداء الكمامة هنا في ألمانيا ما زال مستمرا. حقيقة نانسي، كان هناك مؤتمرا صحفيا لوزير الصحة الألماني يانس شبان ورئيس معهد روبرت كوخ صباح اليوم حتى يصرحون لوسائل الإعلام الألمانية بالموقف الحالي هنا في ألمانيا وبخصوص تخفيف الإجراءات الاحترازية تحديدا. كل الصحفيين الموجودين في المؤتمر الصحفي، وأنا كنت حاضر المؤتمر الصحفي صباح اليوم، كانوا مهتمين بمتحور دلتا الهند تحديدا وخطورته على ألمانيا، خاصة أن الدوائر الإعلامية والصحفية في ألمانيا كانت قد قالت خلال الفترة الماضية ربما ستتعرض ألمانيا إلى موجة رابعة تحديدا بمتحور دلتا الخطير جدا الهند. وزير الصحة الألماني قال أن نسبة انتشار الفيروس هنا في ألمانيا تحديدا متحور دلتا بلغت 6.2% من مجموع الإصابات التي تكتشف بشكل يومي. واحد الصحفيين وجه له سؤال وقال النسبه حسب معهد روبرت كوخ كانت قد بلغت 10% وانت الان تقول 6%. قال حسب الاحصاءات التي لدينا كانت متحور دلتا 6%. الرقم المكتشف حتى الان في المانيا هو 1440 اصابه بسلسله متحور دلتا الهندي حتى الان في المانيا، وهذا هو المعلن. ولكن هناك رقما مظلم غايه في الاهميه نانسي، هناك رقما مظلم من الاصابات بمتحور دلتا غير المكتشف في المانيا. رئيس معهد روبرت كوخ تحديدا قال ان متحور دلتا هنا في المانيا ينتشر بشكل كبير ولكن داخل المدارس. حقيقه تصريحات رئيس معهد روبرت كوخ جاءت نتيجه المطالبات في بعض الولايات الالمانيه بضروره عدم ارتداء الكمامه داخل المدارس هنا في المانيا، فقال يجب انا توصيتي الشخصيه على جميع الطلاب في مدارس هنا في ألمانيا يجب عليهم ارتداء الكمامات حتى ربيع العام المقبل 2022، نظرا لأن من الملاحظ حسب الإحصاءات التي تصل والإصابات التي تصل لمعهد روبرت كوخ أن متحور دلتا ينتشر هنا في ألمانيا تحديدا داخل المدارس. نعم، طيب عربي، الحقيقة ذكرت العديد من النقاط المهمة لو سمحت لي أني أسألك فيها. في البداية تحدثت على أن عدد الإصابات في اليوم الآن في ألمانيا وصل إلى أكثر من 700 إصابة تقريبا، والحقيقة أن ده عدد يعتبر منخفض جدا في الداخل الألماني. هل هذا يعود إلى عملية التطعيم، سرعة التطعيم، ومن جانب آخر كم نسبة من تم تطعيمهم بالفعل ضد كورونا؟ في عاملين اساسيين نانسي. العامل الاول كما ذكرتي انخفاض نسبه الاصابات في المانيا هي مرتبطه طبعا بالتطعيم، لان بلغ
من حصلوا على تطعيم هنا في المانيا 52.9% تقريبا 53% من تعداد الالمان حصلوا على جرعه واحده، وهناك 34% من تعداد سكان المانيا حصلوا على جرعتين اي لديهم حصانه كامله. وزير الصحه الالماني قال ان واحد من كل 3 اشخاص يعيشون هنا في المانيا لديه مناعه كامله. واكد ايضا من ناحيه اخرى ان لكي نتغلب على متحور دلتا في المستقبل يجب ان يتم تحصين كل شخص بجرعتين كاملتين حتى يتم تحصينه ضد متحور دلتا الهندي الذي ينتشر هنا الان في المانيا. ولكن هو اكد ايضا من ناحيه اخرى بناء على سؤال اخر من احد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اننا نتوقع ان يكون متحور دلتا الهندي هو السائد في المانيا في المستقبل، نظرا لان السائد الان هنا في المانيا هو متحور الفا الانجليزي. متحور الفا الانجليزي الموجود في انجلترا سائد هنا في المانيا بنسبه 80% تقريبا، و20% لفيروس الفيروس كورونا المعروف في العالم كله. ومن المتوقع ان يكون متحور دلتا الهندي السائد في المانيا في المستقبل بشكل عام. ولكن كان هناك التزاما من المواطنين الالمان بشكل عام خلال الفتره الماضيه مما ادى بالطبع الى انخفاض نسبه الاصابه، ولكن نانسي السبب الرئيسي في انخفاض نسبه الاصابه هو حمله التطعيمات الكبيره هنا في المانيا. تم تطعيم تقريبا 70 مليون مواطن هنا في المانيا على الاقل بجرعه واحده من اصل تعداد سكان المانيا 84 مليون. نعم مواطن. طيب هذا من جانب، من جانب اخر ايضا عربي تفضلت بالذكر ان يعني هناك عدد كبير في الداخل الالماني مصاب بالفعل بالطفره الجديده التي تسمى بدلتا، ولكن ايضا ذكرت في حديثك ان بعض هذه الارقام لم يتم تصنيفها حتى الان على انها مصابه بالطفره الجديدة الخاصة بكورونا، وكون أن ألمانيا من الدول الكبرى في مجال البحث العلمي وفي المجال الطبي، هل تم حتى الآن اكتشاف يعني الأعراض الحقيقية لهذه الطفرة دلتا؟ هذا من جانب. من جانب آخر، إلى أي مدى اللقاح الخاص بكورونا أو اللقاحات بشكل عام المضادة لكورونا أيضا تجري على هذه السلالة دلتا كما تصرح ألمانيا أو في الأحاديث المتداولة في الداخل الألماني؟ حقيقة نانسي سؤالك وكأنك كنت معنا في المؤتمر الصحفي صباح اليوم مع وزير الصحة الألماني، لأن أحد الصحفيين وجه لي سؤال تحديدا بأن ما مدى فعالية اللقاحات الموجودة الآن ضد متحور دلتا الهندي. وزير الصحة الألماني قال كل ما أستطيع أن أقوله أن التحصين الكامل بجرعتين كاملتين متحور دلتا، ولكننا غير متأكدون حتى الآن نتيجة قلة الأبحاث الموجودة حتى الآن على فيروس كورونا. عربي هل ما زلت معي؟ أسمعك أنت. نعم، يعني الصوت للأسف تقطع في نهاية حديثك، تفضل أكمل. أوجر شاهين رئيس شركة بايونتك التي تنتج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمساعدة طبعا شركة فايزر الأمريكية في الإنتاج، قال أن حسب أن يكون هناك بشكل يومي إعادة صياغة وإعادة لكل المتحولات الموجودة في العالم. حتى الآن يمكننا أن نؤكد أن جرعتين من اللقاحات خاصة لقاح بايونتك الذي يعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الرادي يمكنها أن تواجه فيروس متحور دلتا الموجود الآن في العالم. ولكن الذي نتكلم عنه تحديدا نانسي المفوضية الأوروبية حتى الآن هو ربما جرع معززة للمناعة في المستقبل. نتيجة ذلك أن المفوضية الأوروبية كانت قد اشترت تقريبا حتى الآن 900 مليون جرعة تحديدا من شركة موديرنا، سوف يتم تطعيم بهم ربما كبار السن في المرحلة القادمة، وهي الجرعة المعززة كما ذكرت الجرعة الثالثة. ربما الاتحاد الأوروبي سوف يبدأ مرة أخرى في إعادة هذا الأمر من جديد منذ حملة التطعيم التي بدأت من ديسمبر الماضي كبار السن وفئات معينة وما إلى ذلك، ربما سيبدأون مرة أخرى في تطعيم بجرعة ثالثة معززة خلال الخريف المقبل تحديدا حتى يتم مواجهة هذه المتحارات. ولكن كل الأبحاث الألمانية الموجودة هنا في ألمانيا لا يمكنها أن تؤكد أن كل التطعيمات الموجوده في المانيا او في الاتحاد الاوروبي يمكنها مواجهه متحور دلتا بشكل نعم. طيب هناك العديد من الدول ايضا كما تفضلت بذكر عربي ان المانيا على سبيل المثال حتى هذه اللحظه يتم الالتزام فيها بارتداء الكمامه منعا لانتشار الفيروس، ولكن
الحقيقة أن هناك دول أوروبية في تصريحاتها أيضا قالت أنها ستسمح للمواطنين بنزع الكمامة في الأماكن العامة أو المفتوحة. أيضا كان هناك تصريحات من بعض الدول الأوروبية أن حتى سيكون هناك بعض التجمعات فقط للذين تم تلقيحهم بكورونا، وستزال عنهم كل الإجراءات التي تم اتخاذها بسبب عدم انتشار الفيروس. إلى أي مدى ألمانيا أيضا يعني سيكون لها إجراءات ربما في الوقت القريب القادم فيما يتعلق بهذا الشأن، أم أن هذا غير متاح خوفا من دلتا عربي؟ نانسي، وزير الصحة الألباني تحديدا صرح صباح اليوم أن عدد من حصلوا على شهادات كورونا الصحية، الشهادات الإلكترونية المسجلة بطريقة رقمية على موبايلات، بلغت تقريبا 30 مليون مواطن هنا في ألمانيا حصلوا على هذه الشهادات نتيجة تطعيمهم بشكل كامل. حقيقة نانسي، التطعيمات الموجودة هنا في ألمانيا يمكنها مواجهة هذا الأمر، ولكن ألمانيا حتى الآن تصر على الإجراءات الاحترازية الموجودة. وزير الصحة الألماني قال هنا في ألمانيا في جميع الولايات يمكن نزع الكمامة في الأماكن العامة، ولكننا سوف نستمر في المحافظة على ارتداء الكمامات حتى في المدارس بشكل عام حتى هذه المرحلة، رغم مطالبة عدد كبير من الولايات بنزع الكمامات عن الأطفال داخل المدارس. ولكن الاتحاد الأوروبي سوف يبدأ بعد تقريبا 5 أيام بداية من 1/7 القادم، 1 يوليو القادم، في العمل بالشهادة الرقمية التي يمكن من خلالها أن يثبت الشخص أنه خالي من فيروس كورونا أو كان مصابا بفيروس كورونا أو حصل على جرعتين. طيب، من فيروس هذه نقطة مهمة أيضا عربي، يعني ربما كنت سأسألك عليها فيما يتعلق بما يسمى بجواز سفر كورونا كما أطلق عليه الاتحاد الأوروبي. إلى أين وصلت يعني الإجراءات في هذا الشأن، ومتى بالفعل سيتم العمل به أن فقط من سيسافر هو من تم تلقيحه بالفعل باللقاح الخاص بكورونا؟ بدأ العمل بالفعل نانسي بالشهادة الرقمية هنا داخل الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ألمانيا الآن أطلقت تطبيق الإلكترونية على الهاتف الجوال، تم تنزيله منذ أكثر من 10 أيام. يمكن لأي شخص حصل على جرعتين أن يدخل ويسجل بياناته ويحصل على QR كود عندما يدخل إلى أي مطار من مطارات الاتحاد الأوروبي أو حتى داخل ألمانيا عندما يريد أن يقيم في أحد الفنادق أو في أي مكان، يمكنه أن يظهر هذا الكود، وبالتالي يمكنه أن يثبت أنه حصل على حصانة دائمة جرعتين من فيروس كورونا ويمارس حياته بشكل عام. كل الدول الأوروبية الآن أطلقت هذا التطبيق لجميع مواطنيها، وجميع المواطنين يمكنهم التنقل فقط لمن حصل على جرعتين أو لديه شهادة PCR أنه خالي أو كان مصابا وتم شفاؤه. كل هذه البيانات مسجلة الآن بشكل إلكتروني. هنا في ألمانيا أنا حصلت على سبيل المثال نانسي على جرعة واحدة من لقاح بايونتك، وسوف أحصل على جرعة ثانية بعد أسبوعين تحديدا، بعد 15 بعد في 15 من شهر يوليو القادم، وبعدها سوف أتوجه إلى أحد الصيدليات الموجودة هنا في ألمانيا. وزارة الصحة الألمانية عقدت اتفاقا مع الصيدليات هنا في ألمانيا، اي شخص حصل على جرعتين يمكنه التوجه الى هذه الصيدليه سوف تحصل على بياناته وتعطيه QR كود حتى يستطيع تنزيله على التطبيق الخاص على هاتفه الجوال، وتحصل كل صيدليه هنا في المانيا من وزاره الصحه على كل شخص على 18 يورو لانها ساعدت في استخراج مثل هذه الشهاده الالكترونيه. ايضا كل شخص حصل في مراكز التطعيم على جرعتين يحصل على QR كود، اذا لم يستطيع الحصول عليه في مراكز التطعيم يمكن التوجه الى صيدليه للحصول على مثل هذا الكود حتى يستطيع التحرك بحريه داخل الاتحاد الاوروبي بدايه ربما من الاسبوع الماضي، ولكن عمليا من بدايه يوليو. نعم، أنا بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا عربي على كل ما تفضلت به من تفاصيل. عربي مرزوق كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين، شكرا جزيلا لك.